بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مشاهدينا الأفاضل أوفياء قناة القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من حصتكم الأسبوعية بلسم، واللي راح إن شاء الله نتناول فيه موضوع جد هام يخص شريحة عمرية هامة وأساسية في شرائح المجتمع الجزائري. مشاهدي الأفاضل، موضوع اليوم راح نخصوه لطب الأطفال. هذه الشريحة العمرية الهامة جدا طبعا في حياة الطفل، في حياة الشاب، في حياة الإنسان، اللي هي من ناحية الصحية، من ناحية النفسية، من ناحية الاجتماعية شيء مهم جدا أن نؤسس لها دعائم مهمة جدا في صحة هذا العالم، عالم الأطفال. طبعا لا يخفى على الجميع، تناولنا الموضوع في حد ذاته بأهميته، تناولناه الموضوع هذا الأسبوع الماضي، ولأهميته ولقلة الوقت ما تناولناش جوانب أخرى راح نتناولها اليوم إن شاء الله. جانب أو من واقع طب الأطفال في الجزائر راح نتناولوه اليوم من جوانب نفسية، من تاريخ طب الأطفال، وراح نشوفوا إن شاء الله أهمية هذا الطب في صحة الإنسان الجزائري، الرجل الجزائري، المرأة الجزائرية، لأنه صحة الإنسان البالغ تبدأ من الصغر، من الطفولة. فلا يفوتني أن أنوه أنه المخرج نتاع الحصة راهو يعاني مرض وأصيب بوعكة صحية، أبو بكر عياطة اللي كان دايما يرافقنا مخرج حصة بلسم. نتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله، ونتمنى الشفاء لكل المرضى. كذلك راح نعرجوا على موضوع الحج وصحة حجاجنا الميامين في هذا اليوم إن شاء الله، في حصة اليوم، ونتمنى النجاح والتوفيق لطلبتنا المقبلين على شهادة البكالوريا غدا إن شاء الله. إذن دون إطالة مشاهدينا الأفاضل، رح نشوفوا الموضوع ريبورتاج ونعودوا ونرجعوا ونشوفوا ضيوفنا إن شاء الله. إذن مشاهدينا الأفاضل، إحنا اليوم رانا في قسم ليس في مدرسة، وإنما في قسم في مستشفى بلوغين بن زيرين. هذا القسم يؤطر مؤطرين، وشكون اللي يجري يدرس في هذا القسم؟ إذا مع دكتورة نسيب أمينة، مختصة طب نفسي عيادي. دكتورة نسيب، أنت تستقبلي هنا في القسم هذا أو تؤطرون تلاميذ اللي راهم في الاستشفاء في المستشفى، وطبعا نقاطعوا عن مزاولة دراسة لغرض الاستشفاء ومعالجة يعني اللي ممكن تطول في المستشفى. راني نشوف مكتبة مزودة بكتب. يا ريت تقولي لنا هذا القسم هذا كيفاش تم تزويده بمكتبة، والمؤطرين اللي أطروا فيه التلاميذ هؤلاء أطفال المرضى اللي في الاستشفاء. هذا القسم اللي راكم تشوفوا فيه هو ميزه تخصص به مستشفى بلوغين ابن زيري، ما نلقاوش في المستشفيات الاخرى. هو الهدف تاعنا، وحنا هذا متخصص للمصلحه تاعنا طب الاطفال. والهدف تاعنا احنا مادام كيجينا الطفل هنا ونهضروا على الاطفال اللي راهم في لو سيرفيس ولا في الاستشفاء، نهضروا على كاين تكون عندهم فترات طويله أو مقطوعين من عائلاتهم، مقطوعين من المدارس تاعهم، من زملائهم. دونك حنا والهدف الاساسي تاعنا سي لانتيغاسيون دو لونف، وعندنا إدماج، إعادة إدماج الطفل، وعندنا ماذا بينا نخلو الطفل دائما في يحس بلي راهو توجو في المحيط تاعو اللي كان فيه، وباش ما نقطعوش الطفل هذا ياثر نفسيا عليه بزاف، لفات لي دقيق يتباعد على ينقطع على العائله تاعو، على زملائه، على المدرسه. كاين اطفال بزاف متمسكين بالدراسه تاعهم. اذا انتم جبتوا المدرسه للمستشفى، جبنا لهم المستشفى، ما يكونش انقطاع. عندهم مختلف الكتب، مختلف المستويات، عندهم ميم دي ايفالواسيون يديروهم، تقييمات وتقييمات مستمره، وكاين استاذ يعطي لهم الدروس تاعهم، كل طفل ومستوى المخصص له. وانا شخصيا نستعمل جوتيز هاد لي سباس
باش نديرو ورشات هكا دي زاتولي بور لي زونفون اوسبيتاليزي اللي يكونوا عندنا ويطولوا كامل نجيبوهم نديرو دي زاتولي دو ديسان نخدموا مثلا يكون عندنا مناسبه مثلا هكا مولد نبوي شريف مثلا يعطيك الصحه باش نتميزوها ونخلي لهم هذيك الاحساس انهم لو ترافاي تاع لو جروب ويشوفوا بليك بعضهم ماهوش وحدهم شي غير هو اللي مريض كاين اطفال واحد اخرين ونحسوهم بليك نخلو لهم ديما هذاك الجو العائلي وهذاك الجو اللي ما نخلوش الطفل يحس روحو وحده ولا مريض ولا راهو معزول. هذا هو الهدف الحقيقي. صار عندي تصور تقريبا دكتورة نسيب مثلا يكون أطفال في حالة استشفاء في مصلحة الغدد مثلا هما كذلك معنيين ويجيبوهم ومع مصلحة طب الأطفال متخصص قسم مصلحة طب الأطفال. نعم. الكتب هذه هي عبارة عن يعني هدايا تاع محسنين أم هي من يعني المستشفى اللي يقتنيها؟ هي فيها وفيها، كاين اللي يجونا كما كنت تشوفوا هنا هادو ما كامل سي الناس تبرعوا بهم يجوا يسمعوا. نعم. بلي كاين اللي كانوا عندنا ديجا هما باطفالهم شافوا استحسنوا الفكره ايبا جابوا لنا يكون عندهم كتب يجيبوهم عندنا وين لي تروك اللي نديروا بهم الاشغال اليدويه للاطفال. دونك كي شافوا الفكره اللي استحسنوها ماذا بهم هما يزيدوا يطوروا فيها. دونك كل خطا كيفاش تكون المؤطر طبعا من وزاره التربيه مؤطرين يعني دارس لابروكسيميتي هنايا. نعم. يجو يجيهم كل طفل حسب مستواه طبعا خصوصا المستوى الابتدائي. نعم. هذوك اللي نتعاملوا معاهم اكثر حفاظا على البرنامج ويواصل معك صحه ومن بعد يعطي لهم مثلا تقييمات ويكون على اساسها متابعه والطفل يحس روحو كش راهو في جو كشغل بدل برك المكان. نعم. ويحس تحسنوه بزاف كشغل. نعم. يحس بليك مكان خاص به. هو الفكرة هو أنه الرائعة هنا وكأني حتى المشاهد يفهم معنا كذلك الطفل ما يحسش روحه حرم من حق التعليم. يعطيك صح. يعني ما زال يزاول ويمارس. سيسا نطخو بيوت حنا ماذا بينا. نعم. نخلو مثلا الطفل الجار اللي هنا عندنا ماذا بينا ننقلو الماكسيموم الحاجات اللي كانوا عنده ننقلوهم له كان هو أي طفل عنده الحق في التمدرس حتى هنا عليه لا بس كاين أطفال ما ننسوش بلي كيجوزوا دي موا عندنا هنا يجوزوا شهور يجوزوا فترات طويله. نعم. دونك حنا ماذا بينا الطفل ويسناو هذاك الوقت كيفاش باسكو حنايا هي الوقت اللي يجوا فيه سي بعد بعد الزياره بعد الفحوصات وبعد الزياره بعد الفحوصات الصباحيه تاع الفريق الطبي وبعد من فتره الزياره يشوفوا لي بارون تاعهم ويفرحانين من بعد يحبطوا تشوفيهم كيفاش يكونوا يسناو في هذا الوقت. نعم. يعني ترتفع معنويات الطفل طبعا التلميذ لما ترتفع معنوياته يعني راح جهاز المناعه تاعه يكون احسن طبعا. دكتوره نسيب انتم الاطفال اللي تقوموا بفحصهم راح يكون فحص في كنا في مصلحة الاستعجال. مصلحة الاستعجال هناك يتم الفحص. احنا عندنا شوفي ينفع يجينا الطفل مثلا عندنا مصلحة الاستعجالات الخاصة بنا احنا نشوفوا الطفل تما ينفع الطفل يشوف نشوفه كي يكون في مصلحة الاستعجالات يقعد الوقت اللي لازم تكون عنده فحوصات طبية اللازمة ومن بعد يطلع لنا المصلحة الاستشفاء يطلع له سيرفيس الفوق ويكون مرحلة حسب كل طفل وحسب المشكل اللي عنده. احنا انا من تما تبدا المهمه تاعي نكون نتبعهم نكونوا في مصلحه الاستعجالات كي نطلعوا لو سيرفيس راني نتبعهم وكي نقولوا لا بريز ان شارج نقولوا اي بور لو بارون اي بور لانفان باسكو حنا كي نقولوا الطفل ما نقدوش نعزلوا الطفل وحده الطفل مازال ديما تابع الاولياء دونك سي بور سا نديروا لا غيدونس بارونتال نفهم الام نوعوهم نوعوا الطفل نديروا لهم تربيه علاجيه تربيه صحيه كيفاش يتعاملوا مع المرض كيفاش يتقبلوا المرض سورتو كي نكونوا نقولوا حنا بعدا كنت عارفوا حنا في السيرفيس تاعنا عندنا امراض كثيره منها امراض كرونيك مزمن هنا اللي تتبعهم كي دي كرونيسيتي ديابيت ولا يقول لك ملي فتره طويله. نعم. ونعرفوا ما يتخلل هذه الفترات باسكو الطفل ما يقحمش حيقعد لك كي نهضروا على الطفل او يتغرى هو طبعا حنا ماذا بينا كي نتعاملوا نوروا للطفل نفهموه حنا ماذا بينا يكون اكتور دو سا سونتي يكون هو يخدم فيها ماشي يتقبل برك باسكو هو كي يفهم الطفل يكون فاعل يعطيك الصحه يكون فاعل اكثر في الجانب الصحه تاعو. نعم. حنا هذا واش نخدموا اكثر ونتعاملوا مع الاولياء نفهموهم نوروا لهم كيفاش التربيه الصحيه فريق طبي كامل سي بلوري ديسيبلينير نتعاملوا كامل حنا كل واحد وعنده لاطاش تاعو اللي خدمها ومن بعد يفوت في الكمل الفتره تاعو تاع العلاج تاع الاستشفاء. نعم. يعود يجينا في لا كونسلتاسيون شتوها فحص المتخصص لا كونسلتاسيون سبيسياليزي. نعم. وانا
نتبعهم باسكو حنايا مرافقة بالموازاة اون باراليل، تكون عنده كل طبيب، حنا عندنا تخصصات مختلفة، حنا رانا نتبع كي يجوز عند الطبيب المختص تاعو، يجوز عند الفحص الأخصائي النفساني باش نديرو المتابعة النفسية، وعندي يوم في الأسبوع نخصصها بور لا كونسلتاسيون اكسترن، يجونا بزاف طلبات من خارجية، أطفال عندهم مشاكل مختلفة، أطفال توحد، أطفال مثلا عندهم مشاكل مدرسيه، رسوب مدرسي، كاين هذيك نتعاملوا معاهم في الفحص المتخصص سي دي كا اكسترن. فوالا، نعم، شكرا لك دكتوره نسيف. اذا اهلا وسهلا مجددا مشاهدينا الافاضل في حصه بلسم من قناه القران الكريم خامسه التلفزيون الجزائري. موضوع اليوم كما رأيتم من واقع طب الأطفال في الجزائر، كنا في قسم، وقسم ليس في مدرسة وإنما في مستشفى. هذا من مشاريع أناس قدماء. هناك كما يقول المولى عز وجل في محكم تنزيله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الصدق أساس كل شيء. لما نصدق في المشاريع أكيد ستتوج بالنجاح إن شاء الله. كانت هذه ثمرة مثابرة واجتهادات وناس اللي أحدهم هو معنا اليوم، بروفيسور العرابة عبد النور. منذ 25 سنة بدأ هذا المشروع، مشروع التمدرس في الوسط الاستشفائي أو في المستشفيات، لأهمية هذا الأمر بالنسبة لصحة الطفل. فإسهابا من الفرق الطبية في معالجة أو في تحسين العلاج عند الطفل من الأمراض، فأن نشاركه أو نجعله يستمر في حياته الدراسية أمر مهم جدا. بالإضافة إلى ذلك عدم حرمانه من حقه في التعليم أو إصراراً على حقه في التعليم. معنا بروفيسور العربة اللي كان بدأ هذا المشروع وانطلق في منذ 25 سنة في مستشفى باب الواد، وله ما يقول بعد ذلك. مرحبا بك بروفيسور العربة، راح تكون معنا اليوم في حصة اليوم. شكراً على تربية الدعوة. شكراً. عفو. كذلك معنا دكتورة الأستاذة نيت مسعود، مختصة نفسانية ومعالجة وكوتش نفسانية. أهلا وسهلا دكتورة نيت مسعود. شكرا على الدعوة. مرحبا. شكرا على تلبية الدعوة. بروفيسور العربة، نعم، نرجع للقسم اللي كنا نشوف فيه تاريخ هذا المشروع. لأننا نشوف اليوم الثمرة زرعت في مستشفى باب الواد، ونشوف امتداد هذه الثمرة في مستشفى بولوغين. نتمنى أنها تكون منتشرة عبر الوطن. تنتشر إن شاء الله. نشوف تنتشر في مستشفيات القطر الوطني إن شاء الله. هي في حقيقة التاريخ تاعها بدات قبل أنا كاينين لازم نذكروا يعني أساتذة اللي خموا فيها. نعم. بلاكش ما قدروش يديروش يحبوا ما يخموا فيها. نهضر على الله يرحمه بالخنشير. الله يرحمه. جلالي بالخنشير. بروفيسور غرونغو. جان بول غرونغو. اللي أنا قريت عندهم كما غرونغو قريت عنده، وبالخنشير كان زميلي في بني مسوس. نعم. وخم فيها. وصارت ثاني تجربة في مستشفى باشا. في بني مسوس عطينا لها في باب الواد عطينا لها الحقيقة جاوني دي زيدوكاتور. نعم، مؤطرين مربين من وزارة التربية. التربية نو وزارة لا جونيس. جاوني من تم وزارة الشباب. معاهم وزارة الشباب شبيبة والرياضة. سي معاهم اللي انطلقنا في 97 معاهم ودرنا جمعية ان اسوسياسيون وانطلقنا في الحركات اللي خلاونا ندخلوا في المستشفى. دخلنا المسيد ودخلنا ثاني دي زيدوكاتور
مربيين نعم اللي دخلوا حركات اللي خلاو الطفل يقرا يلعب يدير رياضه ويدير رياضه لا كورال يغني نعم ونديروا ثاني عندنا دي سورتي نخرجوا 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 الاولاد يحوسوا نعم فنحاولوا هكذا نقصوا التاثر للمرض والمستشفى اللي حطوا على الطفل نحاولوا نرجعوه للحياه تاعو المدنيه هكذا يعيش في المستشفى حركات اللي يخليوه ما يتقصش نعم. مع الحياه تاعو اللي قبل يقوم بالانشطه تاعو اللي كان يقوم بها خارج المستشفى يلعب يقرا هكذا ما يخسرش ونقدروا درنا حركات اخرين كانوا عندنا دي زيديوكاتور درنا ان كورال يغني وعجبتهم نعم كاينين دي فورماسيون درنا اوسي تكوين الناس اللي كانوا يخدموا فيها مؤطرين مؤطرين درنا تكوين تاع لي زيديوكاتور تاع شبه الممرضين نعم نعم شكرا لك بروفيسور العربة استاذ نايت مسعود يعني اهميه ادماج الطفل هو في المستشفى في هذه الانشطه على وتاثير ذلك على صحته شكرا بارك الله فيك مهم جدا كما قال البروفيسور اننا ما نعزلوش على المجتمع هذا يخليه يعيش في وسط كانه انسان عادي لا يشعر بالغربه واضافه ذلك ساهم في علاجه يحس انه شخص عادي عنده اهتمامات اخرى لا نهمل دراسته عنده انشطه ترفيهيه انشطه رياضيه الى اخره هذا مهم بالنسبه للجانب النفسي الذي يقوي بعد ذلك مناعته النفسيه فيجعله يشعر ان يعني يزيد هو المناعه النفسيه وتزيد قوته والاراده تاعه ويشعر بانه قادر على مقاومه المرض وهذا مهم جدا بالنسبه للطفل لان اذا عزلنا عن المحيط الاسري والاجتماعي يزيد يضعف نفسيته تضعف مع المناعه تاعه تنقص ويشعر بالهشاشه النفسيه وهذا ياثر فيما بعد على العلاج نعم تمام يعطيك الصحه استاذ نايت مسعود بروفيسور العربه طب الاطفال من واقع طب الاطفال في الجزائر اهتميتوا ونهتموا دائما بالتلقيحات التلقيحات مهمه جدا وهي دعامه اساسيه للوقايه في الوقايه ضد الامراض التعفنيه الوقايه التلقيح في الحقيقه كي واحد كيما انا بدل وجه المرض في الجزائر انا درك عشت وقت وين كنا في لاغارد يجيبوا لنا اطفال عندهم لا روجول بحمرون نعم لي كومبليكاسيون عندهم لا ديفتيري عندهم لا ديفتيري عندهم لا بوليو عندهم التيتانوس في الشتاء فصل الشتاء 68 69 عشنا هذا الوقت هذا الحاله عندنا ما نشوفوهاش طرق الحمد لله هذه بخص تلقيح كي دخلوا التلقيح الدوله دخلت التلقيح رجعته لازم اجباري في 69 الحق من بعد انطلقت البروغرام البرنامج في السبعينات خلى وجه المرض تبدل هنا في الجزائر على عندنا ما نشوفوهاش هذه على هذه كي تهضر يضرق على التلقيح حاجة يعني حكمنا فيها وصلحت على هذه لازم نحافظوا عليها بروفيسور العربة انت جبت لنا منحنيات تعطينا رؤية على التلقيح في الجزائر يا ريت المخرجة تورينا او ممكن ان تتيح لنا نشوفوا المشاهد يشوف هذا المنحنيات نتاع التلقيحات رانا نشوفوا هذا الجدول اللي رانا نشوفوه اليوم واقع التلقيح بنسبه نسب التلقيح اليوم يعني عبر سنوات كي نشوفوا كيفاش تبدل
الحالات الحاله احنا نشوفوا في في الجدول اللي كنا نشوفوه في ليكرون في الشاشه هذا الجدول مهم جدا. سنوات اللي نشوفوه يعني تغطيه التلقيحات عبر هذه في 2019 و2020 نعم. نشوفوا كيفاش النسبه المئويه نعم تاع البي سي جي مثلا مليحه تاع دي تي كوك نعم. بصح على بالك النسبه المئويه لازم تكون فوق 80% نعم شيء مهم جدا باش تكون يعني مليحه لازم تكون. ونشوفوا لهنا كاينين حوايج ملاح كيما البي سي جي اللي خلى ذرق لا تبركلوز ما انتشرتش ما انتشرتش كيما كانت منتشره في هذاك العام. نعم التلقيح ضد الامراض الصدريه البنومو بديناه في 2016 دخلناه في البرنامج. شوف نشوفوا بصح 68% 61% هذه لازم نطلعوه لازم نطلعوه. كيما لورور تاع ضد بوحبرون نعم. ضد لا روبيول لي زوريون راك تشوفي 75% 71% هذه لازم نطلعوها. علاش؟ احنا نشوفوا بكري كنت في الكواليس تحكي لي بروفيسور العربه انا ذوك الامهات يجيوني بس نعم. الامهات اللي نشوفهم المذرق زادوا كانوا صغار في الثمانينات نعم ويشفاو على الغنايه اللي في الوقت هذاك نعم. خلصناها ثلاث شهور تطعيم الاول، اربع شهور تطعيم ثاني، خمس شهور تطعيم ثالث، 18 شهر الإعادة. نعم. خرجوا في هذاك الوقت شهر رائع. وحاشا رائع. وخلات ماركات الاولاد، درق نعم. هذو الاولاد اللي كانوا في هذاك الوقت عادوا امهات درق. نعم. خلاص ماركين ويجيبوا اولادهم باش ويشفوا على الغناء. حريصات على التلقيح. ويغنيوها لي. إذا راح تكون يعني وقاية ناجعة. إن شاء الله. لازم الوقاية بالتلقيح حاجة بالمناسبة الاستوديو راهو يغني الأغنية نعم في العارضة التقنية زملاء نحييهم راهم يغنيوا في الغناية هذه خلات على بالك نعم هذاك الوقت عندنا التلقيح كي تقولي لي وخلات توصيل الحياة على بالك نقدروا نقولوا نعم. احنا مثلا كي يزداد واحد قداش عنده ليسبيرونس دو في قداش يقدر يعيش او كاين تابلو لهنا نعت لنا ممكن نشوفوا المنحنيات مع المخرجه ينعت ليسبيرونس دو في يعني قداش ليسبيرونس دو في كانت في الستينات كيفاش طلعت عندنا احنا اذا نشوفوا المنحنى هذا اللي راهو في نشوفوا في الشاشه ها. راهو هنا هذه ليسبيرونس دو في كيفاش طلعت نعم كيفاش كانت في الستينات كانت بين 55 و60 سنه درق ران بين 75 و80 سنه ربحنا 20 سنه ما شاء الله في ليسبيرونس دو في وهذه على خطر امون افي داروا كاينين داروا دراسات والتلقيح عنده لعب دور في هذا الدور ماهوش غير التلقيح من التلقيح لعب دور اكيد من اساسيات من دعامات على خاطر هذا في هذاك الوقت اللي كان يموتوا الناس بمرض مرض انفكشوز بالامراض التعفنيه التعفنيه نعم هذوك قضينا على بزاف الامراض التعفنيه نعم بهذا لا 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 طبعا اللقاح نعم فيه منحنى اخر ممكن جدا باقيه نشوفوه هي يتعلق ب هذا المنحنى الموت نعم هذه تاع الموت على بالك كي لو دو مورتاليتي يعني نسبة الوفيات قداش نحسبوا قداش يزادوا الطفل وقداش اللي يوصلوا العام نشوفوا في هذه الوحده هذه كيفاش واش كانت في الستينات كانت كي يزادوا 1000 طفل 200 يموتوا في العام درك شوف وين عاد اي هبطت مستوى الوفيات العشرين نعم حطت 200 كانوا يموتوا درك عادوا 20 برك يموتوا هذه من خص انا نظن تلقيح مش غير تلقيح من التلقيح من بين اللي خلاو الموت هذه من بين العوامل اللي خلات الوفيات نسبه الوفيات تنقص هذه هي ما شاء الله دونك كي كان نقول كي تقول لي درك وين عندنا انا على بالك جزنا فتره تاع الكوفيد بزاف هذه كوفيد النسبة المئوية نقصت هي اللي هبطت النسبة المئوية على كوفرتور فاكسينال
يعني 2020 2020 في 2021 21 لازم هذه الحاجه نهضروا عليها على خطر على خطر لازم نحاولوا في السنه هذه واللي جايه نديروا راتراباج لازم نديروا راتراباج لازم استدراك لازم استدراك نعم باش نخليو لا كوفرتور تطلع يعني قلت لك فوق 80% هي احسن كانت تكون في 90% وفوق نعم اكثر نجاعه تكون افضل فوالا نعم على خاطر لو كان تنقص واش تخاف يجيو لي زيبيديمي سيتادير تزهر وصرات ايبيديمي صرات صرات ايبيديمي كي نقصت النسبه المئويه صرت ايبيديمي في 92 93 في الوقت اللي كان الارهاب نعم وهنا هنا هنا صارت ايبيديمي تاع روج تاع ابو حمرون في 2018 اذا نقدر نقولوا مازال ما قضيناش نهائي على ابو حمرون مثل ما كان بالنسبه الى هي قريبه راح نقضوا عليها هي مرض اللي نقدروا نقضيو عليه على خاطر كما ابو حمرون العبد اللي يعدي العبد نعم لازم كي نقصوا كي نقضيو عليه عند العبد خلاص يخلص ديروا التلقيح هي في الحقيقه هي لازم في 2030 نقضيو عليه لازم نقضيو عليه ان شاء الله وباه نقضيو عليه في 2030 لازم نطلعوا النسبه المئويه فوق 80-90% هي لازم كل طفل يعطيوه زوج تلقيح يا اخي في البروغرام كاين واحد على 12 شهر وواحد على 18 شهر 18 شهر لازم زوج يكفيو زوج نعم عادي من 2016 عندنا نديروها هكذا ولا روبيول لا روبيول وحده تكفي نعم لا روبيول اللي هي مازال الان تمثل خطوره بالنسبه للنساء الحوامل للاسف وهي من النساء الحوامل نعم وتتهلك الطفل اللي في القرش الجنين في القرش هي سبب تشوهات مالفورماسيون لي مالفورماسيون نعم هذه ثاني لو كان نديروا وحده بالنسبة للمئة اللي هضرت لك عليها لازم فوق 80% نعم هذيك نقضيو عليها تاني إن شاء الله إذا مزيدا من العزم والصرامة حول هذا الموضوع لما لا تكون فيه برامج إشهارية تحسيسية لاستدراك ما قد يفوتنا ونصبح فيما لا يحمد عقباه إذا الوقاية أساس كل علاج هكذا؟ هكذا الوقايه رموز الكولون فيرتيبرال كيفاش نقولوا العمود الفقري العمود الفقري تاع الوقايه هذه هي التلقيح التلقيح الوعي الصحي كاين حوايج اخرين ثاني نقدروا ندخلوا لازم الناس نظافه المياه لازم نعم. يكونوا نقيين نعم هذه ثاني لي زيغو ملاح هذو نعم. ثاني هكذا ما نوصلوش اللي واش عشناها في التسعينات وفي الثمانينات اللي زيبيديمي تاع امراض التلوث امراض نعم اذا كان هذا حول موضوع التلقيح ومن واقع الجزائري يعني مسيره تاريخيه ورؤيه بعيده كذلك بالنسبه الى التغذيه بروفيسور العربه بالنسبه للاطفال الرضع متى تبدا التغذيه عند الاطفال الرضع الديفيرسيفيكاسيون نعم تنوع هي بقى. هي التنوع في الحقيقه كي كنا في الثمانينات كنا نبداو احنا على 3 شهور برك نقولوا 4 شهور نبداو على 4 شهور بين 4 و 6 شهور تنوع هذاك ندخلوه تنوع على خاطر الحليب يوصل في 4 شهور 5 شهور ما يكفيش حليب الام طفل. ما يكفيش حليب الام ما يكفيش نعم لازم نهضروا عليه اخيار ما ماكله الطفل هي حليب الام هذه الدراسات الحاليه اللي نعتوا كل خطره ما كانش كيما حليب الام من بعد 4 شهور 5 شهور يعود ما يكفيش لازم نجيبوا له حوايج اخرين والحوايج هذاك ندخلوا له مواكل اللي يجيبوا له الملح في الحقيقه نعم علاش نقول الملح على خاطر الطفل حنا العبد يحب السكر كي نزادو نحبو السكر
دونك الملح ما نحبوهش، لازم ندخلوا له الملح في صلاحه، وندخلوا له الملح بلا بالخضره والخضره هذاك هي الخضر. بصح ماهوش غير هذا هو لو بوت لوبجيكتيف الاول، لازم ثاني نعلموا له الذوق لو جو. كاين تربيه في لو راه على هذه ندخلوا في الحقيقه، نبداو ندخلوا على 4 شهور 5 شهور وندخلوا حاجه برا حاجه انا باش نشوفوا لكان ما كاين حوايج يقدر ما يتقبلهاش. كاينه حاجه ثاني جامي الدرع، ما نديروش الدرع في الحوايج هذو، يقدر ما يقبلش، ما نديروش القوه يعني ما نضغطوش، ما نديروش الدرع ولا القوه، ما كاش القوه هذه. راح نقول كلام حرام على خاطر كي زي اللي تدخل انا القوه عنف عنف عنف. يقولوا لي الامهات يقولوا لي كيفاش نديروا ما يحبش، نقول لهم الصامت يغلب القبيح، عاود 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 بالعقل، ما كنش العنف بدون عنف. لا بدون عنف. الطفل عنده حاجه كاينين حاجه نعرفوها نعيطوا لها لا نيوفوبيا، يعني يكره ويخاف من حاجه جديده. هذه حاله تجيوه في 8 شهر لازم نعرفوها، وكي تعرفها تقول لازم انا على بالي بها واش خايف. الام وجه الام صوت الام يعرفها الطفل، يتعلم يتعلم معاها كي يكون في كرشي معاه. نعم دونك هي اللي لازم تحاول بالعقل باش نحيلوا الخوف هذا، وما تنحيلوش الخوف بالعنف، بالعقل وتعاود وتعاود وتعاود. راح نروح الاستاذه نايت مسعود هنايا ممكن من الحكم نتاع الاخصائيه النفسانيه. شكرا لك بروفيسور العربه، اثرت نقطه مهمه جدا اللي رايحين نتكلموا فيها مع استاذه نايت مسعود. كثير من الرضع اللي يكون عندهم تعلق شديد بالام وهذا شيء طبيعي، لكن درجه انه ما يقبلش ياكل ماكله واحده اخرى في وقت تنوع الغذاء، مهم جدا كما كان يشرح البروفيسور ان ندخلوا اغذيه متنوعه في سن معينه، ولابد ضروري لادخال كما قال الذوق، لادخال املاح، لادخال الفيتامينات، لانه الحليب ما عادش يغطي. لكن احيانا الطفل يكتفي فقط بالرضاعه الطبيعيه ولا يستغنى عنها ويرفض كل غذاء يقدم له، هل هذا عنده تفسير نفسي؟ طبعا عنده تفسير نفسي هنا. اذا كانت الام كذلك عندها كاين احيانا الام تجرب ثم تفشل مره مرتين، كما قال الاستاذ لازم محاوله، لازم اكرر التجارب ولا توقف. ثم نغير الاكل، ممكن اليوم عطيت له مثلا بيغي دو كاروت، غدوة نبدل له مثلا بيغي دو بوم دو تيغ، نشوف لي جو. لكن ما نبقاش في نفس الاكله، واما اتخلى وخلاص نحط الاسلحه او نضغط عليه. كذلك كلتا الحالتين يعني تضر بالطفل. ثم الام كذلك لازم تدير التهيئه النفسيه للطفل. واش معنى التهيئه النفسيه؟ هذا هو النقطه اللي حبيت نتكلموا فيها، لان استاذه نايت مسعود لازم يكون عندنا تصور امهات اليوم. يعطيك الصحه. امهات اليوم راهي متعلقه بمواقع التواصل الاجتماعي، تليفون، ممكن لا تستغنى على الطابلات، لا تستغنى على الهاتف، وهذا مضر بصحتها. مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ممكن عندها عالم، هي عايشه عالم، وبالتالي ممكن هذاك الطفل اللي ما حبش ياكل كيفاش راح يتعلق؟ هو يتعلق بالام. هو بالنسبه لي الحليب هو تعلق بالام، خاصه اذا كانت هي مشغوله عليه ولي مومون اللي بارتاجيهم معاه في هذيك الوضعيه، فهو يرفض الاكل حتى يعني يتحكم بالام. الطفل يعني حتى هو جنين في بطن امه يعرف، يعني يقول لك طفل ما يعرفش، طفل يعرف 4 5 اشهر يبدا يشوف الام كما قال الاستاذ راه يعي، وصوتها مثلا مع مثلا جلوسها معاه يحتاج الى هذه الرعايه. اذا ما هيئناش نفسيا كيف تكون التهيئة؟ بأنني حتى نتكلم 4 5 أشهر نتكلم مع ابني لازم الكلام، ما تقوليش لا يعرف، تقول يعرف، يتلقى سيدي سينيو يعني إشارات توصل إليه، هو يعرف منذ حياة الجنينية طبعا، كيف لا يعرف بعد ذلك؟ فما بالنا بعد نبدأ نحضره نفسيا كيما الدخول المدرسي، نحضره نفسيا الآن نبدأ نأكل، الآن نحضر لك كذا، وأنا نطبخ، أنا راني نتكلم مع ابني،
يبدا يتهيئ نفسيا. يعني ما تشوفيش مواقع التواصل الاجتماعي، ما تكونيش على تواصل مع زميلات وصديقات. لا نتواصل لكن نعطي الوقت. شوفي المراحل الاولى تاع الابن ضروريه، نتخلى شويه عن مواقع التواصل من اجل هذا الابن. هذا الانسان اللي راح نصنعه هذا انسان. نعم. فهذه المراحل ضروريه مهمه حتى ترتاح فيما بعد. لذا نشوف الامهات اللي ما يبتعدن كثير عن ابنائهم، فقط اكلوا وحطوا الى اخره، فتلقى صعوبه بعد ذلك، تجده يبدا يبكي، يبدا يصرخ، يبدا يدير معاناه، هو يطلب الاهتمام. لهذا اذا تخليت شويه عن مواقع من اجل يعني رعايه ابني راح تكون منفعه لنا فيما بعد. كاين طبيب و نكريفان كاتب فرنسي في القرن 16 قال عليها، قال الطفل هذا الطفل ماهوش انفاز حاجه تعمره، مي نار جعلها ما فوكون اليوم. حب يقول ما تقدرش تقول هيا عمر بك، يعرف كلش يعرف. هي طفل في هذا الوقت راهو كيما اون ايبونج كيفاش يقولها بالعربيه، اسفنجة استقبل يجبد كلش. وعلى باله يعني موافق ويحس ويشعر على هذه التربيه. كاين في المعالقات اللي راح يداروا بين الام والطفل كاين ديزيشانج، تبادل. تبادل هو هذه هي التربيه. قالت قبلت يعني الطفل على باله يقدر يستعمل سلاح باش لو كان تسيف عليه يتقيا. لو كان في الحقيقه في هذا الوقت التربيه تتربى كيفاش تهضر معاه، كيفاش تمشى معاه، كيفاش توكله. والطفل يقدر يستعمل الماكله كسلاح، سلاح وقت يعني وين يقدر يدير. هذه هي هكذا مدايرين حنا، هو يدافع على روحه، يدافع. التربيه كيفاش دير له باش تخليه ديروا طريق ماش مغلوقه وماش محدوده. هو كيما لي شوف سوري، كيفاش يقولهم بالعربيه لي شوف سوري، لا شوف سوري عبر كيما تشوفش، مثل الخفافيش. خفافيش هي ما تشوفش، نعم، تمشي في الليل تبعت لي زوند وعندها ريسبتور ذبذبات هكذاك الطفل يبعث يشوف كيما تمشى معاه، كيما تغني ليه يشتحلك، يقدر يشتحلك. التربيه هذه هي، ما تقدرش تقول وانا حبيت واش قد كل طفل زي اخر. انا عندي بزاف الامهات يقول لك ها وخوها وكان داير هكذا وهذا كيفاش، لو كل واحد وعنده. نعم صحيح. ونضيف على واش قال البروفيسور بارك الله فيك، قال لك لازم تربوا باش نربوا، تاهيل تربوي. بارك الله فيك، جملة مفيدة رائعة قالها الأستاذ. لا بد من تأهيل تربوي الآن. الأم ما بقاش تربي بعشوائية هكذا بالصدفة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.
حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة التام والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. رواه البخاري. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Thank you.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. إذن كنا بصدد الحديث على التلقيح ثم التغذية أو التنويع التغذية عند الأطفال. الآن بروفيسور العربة، إحنا مقبلين على موسم الصيف، رانا بدينا موسم الصيف، الحرارة ممكن لبعض الأمراض التعفونية عبر أغذية أو عبر وسائل يعني اللي ممكن الأمهات تقتنيها لتغذية الطفل، ممكن قد تغفل بعض الأمهات أو قد لا سمح الله يعني فوق طاقتها لأسباب ما قد تحدث بعض الإسهالات. الإسهال اللي ممكن يحدث عند الطفل له تبعاته، له مضاعفاته في نمو الطفل، في صحته بصفة عامة، وممكن قد يصل الأمر إلى الاستشفاء إن لم نقم بالمعالجة في الوقت اللازم. كيفاش ننصحوا الأمهات بروفيسور العربة وقاية من هذه الأمراض اللي ممكن نتفادوها عن طريق الوقاية كذلك؟ أنا ضمن قلتي الإسانسيال، هذا هو الإسهال. المرض يقيس الأولاد، الأولاد قاع الإسهال يقيس الأولاد قاع، خاصة في 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 فصل الصيف. نعم. ويقدر لازم نفقه به ونعالجه قبل ما توصلوا لحاجة محال. نعم. واش يوصلوا لا ديزيدراتاسيون، ينشف الطفل ويقدر يموت من هذا الحوت. في الحقيقة أنا نقصت عشنا تاني هذه السنة حاجة تبدلت بزاف. ما احنا لهنا جاء واحد الوقت وين كنا احنا كي تروح للمستشفى في عند الأطفال 30 ولا 40% تاع الأطفال اللي في السبيطار عندهم ما مدخلوهم على ال ال انشف ديزيدراتاسيون، هي من بعد لا دياري. نقصت بزاف هذه على خاطر انا نظن الامهات اليوم عادوا واقفين اكثر ويتوصلوا للعلاج خير من اللي كان في الثمانينات والتسعينات. دونك حاجه هذه في الحقيقه على خاطر، ومليحه الحصه هذه على خاطر تنبهي، لازم ننبهوا الامهات باللي كاين خطر. نعم. والإسهال يقدر يكون خطر للطفل، يوصل للمحال. نعم. أنا باش نحاولوا باش كما قلت أنت، لازم نقع، لازم الأم اللي تترضع ما تخافش منها. حليب الأم على بالنا به ترقي يعين الطفل في الدفاعات، يقوي مناعته، يقوي مناعته، وهو ما كانش أفضل دواء خير من 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 حليب الأم. نعم. ضد الإسهال متنا احنا عندنا لهنا ثاني عندنا حاجه لازم يعني ما تحبسلوش الرضاعه في الإسهال، كمله كمله لانه فيه علاج. حليب الأم اخير، هو ما كانش كما هو. متنا لازم نفيقوا بحاجه باللي كاينين اللي عندهم الحليب صناعي. نعم. هذوك لازم ما على بالهم الوقايه اللي لازم يتاخذوها باش ما يخليوش الحليب هذاك ولا البيبرون اللي يستعملوه يتعفن، يكون يتعفن. هذا اذا تكون فيه صرامه في النظافه، تكون صرامه تاع الوسائل تاع تاع التغذيه تاع الاولاد هذو اللي عايشين بحليب الصناعي. نعم. وكذلك اواني التغذيه اللي لما يكون الطفل يتغذى. نعم. كي يكون الطفل يتغذى ثاني هذاك ثاني لازم على خاطر اللي مرضوا الخطر اكبر 3 شهور الاولين. من الخطر كاين ثاني بين 3 شهر و 18 شهر. نعم. يعني هذوك الاولاد اللي هضرنا عليهم قبيل لازم نغذيوهم، هذوك ثاني يقدروا. نعم. على هذه كما قلت لازم تكون
الأم يقظة. يقظة. إحنا يا الأمهات لازم يكونوا يقظات، لأنه هذا موسم الصيف، فيه أعراس، فيه لقاءات يعني عائلية، ممكن تسهل الأم وتغفل، وممكن جدا يعني باش تكون على جانب من اليقظة في نظافة الأواني اللي راح تقدم فيها الغذاء للطفل. يعني مليح أنه تخرج العائلة وتكون في اصطياف، لكن يبقى ما تنساش نعم هذا الأمور هذا نعم وتكملت. أنا ثاني موافق تقولي في العوايد تاعنا هذو الملتقيات في الصيف عندنا احنا في العوايد تاعنا كاينين حوايج مليحة شي مليح اي مي تقدر شي مليحة تطف مي لازم ما تنساش حاجة يعني باللي الوقاية خير من العلاج. خير من العلاج نعم، والوقاية مدى الحياة، وقاية ليس فقط عند الرضع، عند الطفل المتمدرس في بداية مراحله الأولى، الوقاية في عند الشاب، عند المراهق، عند الشاب، يعني في كل المستويات. أطفالنا راحين أو تلامذتنا راحين يجوزوا شهادة البكالوريا، يبدأوا غدوة إن شاء الله بالتوفيق للجميع، راحين ممكن يتناولوا أغذية وهما في مراكز الامتحان، يعني كاين اللي يتناولوا ممكن خارج أو يقتنيوا بعض الأغذية من خارج المراكز. إن شاء الله يكونوا على جانب من الحيطة والحذر. هكذا متفقين بروفيسور العربة؟ متفقين. شكرا. شكرا لك. شكرا لك أستاذة نيت مسعود. كنتم قمتم في مع جمعية سبل الخير بزيارة إلى أحد مستشفيات العاصمة، حيث زرتم أطفال في الاستشفاء لمدة يعني مدة طويلة ممكن في المستشفى، وكانت الفرحة ظاهرة على الأطفال، وكنتم أخذتم معكم كان معكم مهرج إلى غير ذلك. كيفاش كان الجو أستاذة نيت مسعود، وأهمية هذه الزيارات عند الأطفال خصوصا اللي يعانيوا من مرض سرطان أو هم في فترة استشفاء لمدة طويلة لأمراض مزمنة؟ بارك الله فيك. فعلا احنا نكثفوا هذه الزيارات للأطفال. لماذا؟ لأننا احنا رانا نحسوا باللي هذه المرافقة ضرورية خارج الإطار الطبي وخارج الأولياء، لأن الطفل يشوف الأولياء يحس بالقلق، يشعر رسالة توصل حتى إذا أرادت الأم أن تضحك لكن يشعر أنها خوف، عندها خوف، لكن احنا لما نروحوا خارج الإطار نروحوا بهذيك الابتسامة وهذاك يعني راح يتلقاو كما نقولوا حنايا الفاكسا كما كان يقول هو استن فاكسا عاطفة اللي تلقاها من جهتنا. طبعا وعاطفة تكون عفوية، لأن احنا نقوم بهذا المجال تطوع حبا ماشي راح نتقاضوا عليه. فهذه من خلال الجمعية نشكر يعني السيدة رئيس الجمعية نادية العزيزي، نرافقوا كثير من الأطفال ونروحوا مجموعة من المستشفيات وين ندخلوا البهجة على الأطفال، يفرحوا لما يشوفونا ولما نتكلموا معاهم ولما يحبوا ياخذوا الصور معنا، وحتى أنا ولما نقولوا مثلا واش عندكم إن شاء الله أنت تشفى وراح تشرح صباح في المستقبل، احنا نديروا معاهم مسألة الدعم والمساندة النفسية. والطفل يفرح كثير لما يشوف شخص خارج الإطار الأسري أو الطبي وراهنا موجود من أجله، يشعر بأهميته. أنت شيء مهم جدا في البداية بروفيسور لاربا اللي لاحظتم، قالت أنها الزيارة نتاع الأهل والأقارب تكون ممزوجة بنوع من المخاوف، أما الزيارة نتاع أهل الجمعية أو الإحسان يعني أهل الإحسان ما عندهاش مخاوف، هي فيها ابتسامة بريئة، ابتسامة كاملة متكاملة غير مشوهة. هكذا نعم، وهذا وش يوصله نعم وتوصله هذه الرسالة. فكأننا نعطوله نوع من كما نقول احنا الدعم، نوع من الفاكسة أنك موجود، أنك يعني راح تشفى، أنك خاصة لما نتحاوروا مع احنا نروحوا ناخذوا بعض الهدايا، لكن هدفنا هي المرافقة، ناخذوا معنا ناس مختصين دي كوتش دي بسيكولوج إلى آخره، ونتكلموا معاهم ونرافقوهم نتصوروا معاهم يفرحوا أيما فرح. هو الطفل يحس لهذا الدرجة يحس نعم. تلك المخاوف ولو لم تبديها طبعاً. الأم ولا الأب ولا يعني الأقارب، واش كنا نقولوا مقبل الطفل وهو جنين يشعر بخوف أمي، فما بالك وهو كبير نعم. يعني 7-10 سنوات 12 سنة يشعر حتى إذا أراد نبتسم لكن يفهم ما وراء الابتسامة، أنه هناك قلق أنه خوف، لكن لما نحن خارج محوادة بعفوية بانطلاقة بفرح بسرور ويشعروا يعني بطاقتنا، احنا نعطولهم طاقة إيجابية. نعم يا ريت نشوفوا الصور اللي كنتم اقتنيتوها في مستشفى بارني. نعم رحتوا أطفال سرطان في مستشفى نفيسة حمود. نعم أطفال
مرضى السرطان. نعم نعم ان شاء الله تكون الصوره واضحه. نعم هذه الصوره الاولى. نعم. كاين صور اخرى يعني ممكن. نعم. المخرجه موجودة. نعم هذه مع مهرج. نعم. وسعدوا كثير لما شافوا المهرج وكان يقول لهم كلمات ونكات ويضحكوا الى اخره هذا. نعم. يعني حتى اطفال صغار شوفوا 4-5 سنوات وتفرحوا لما. نعم. دخلنا عليهم. لاحظوا هذه الطفله كذلك. نعم. أيما سعادة لما دخل المهرج وبدا يدير لها نكات الى اخره وتضحك الى اخره وثم طلبت هي بنفسها تصور الى اخره يعني شعروا بالامان. نعم بالامان. احنا جينا باش نعطي لهم الامان والدعم النفسي. ونضحكوا معاهم بضع دقائق اذا كانت كافيه في تحرر من المرض. ابتسامه. نعم خرجناهم من المرض شعروا بانه ناس عاديين وخاصه احنا الهدف تاعنا الرساله ما هي ان هذا المريض نشعر باللحمة الاجتماعية غدوة يحب المجتمع تاعه يشعر بالتعاطف هذه برمجة للمستقبل ماشي لما يمرضها ولكن طوى مع الأسرة تاعه ومعزول إلى آخره يعني احنا شفنا الصورة بشكل عادي جدا. نعم لكن هذه حضروا معنا بتشوفوها هذه لازم هذه قراءة أخرى هذه قراءة مشاعر المشاعر لازم تكونوا حاضرين. نعم. مشاعر اللي توصلهم واللي يحسونا بها حتى احنا نفرحوا معاهم كل ما نشوفهم فرحانين. لا قلتي كلمه مهمه جدا برمجه الطفل على الحياه الاجتماعيه. نعم ان يعني نعطوله امن وامان في المجتمع تاعو بلي كاين الناس خارج الاسره هم يهتموا به يحوسوا عليه التواصل هذا. نعم. الطفل ما يخرج نفس الشيء كنتوا ديروه بروفيسور رضا مع وزاره الشبيبه والرياضه. ما لي زيديكاتور تاع وزاره الشبيبه والرياضه كاينين درتوا انشطه خارج المستشفى معجزات. انا نقول لك الاولاد كانوا سي فري كانوا يرتاحوا بشكل يرتاحوا. وي الطفل على باله الطفل على باله وين رايح بصح كي تدخل له هذا انا يعني معاها كي تدخل له هذا النشاطات هذا الحوايج هذو تبدل له البرنامج. نعم تشير لي لمية قواسمية مشرفة الحصة هذا هي دير قراءة انه هذا جمع بين الجسد والروح والنفس. نعم. هذه مناعة اجتماعية مناعة نفسية ومناعة جسدية يعطيك الصحة لمياء فعلا. مشاركة فعلا. قوية الفرقة نتاع اليوم راهي تشارك بقوة المخرجة نوها نعم الكل يشارك راني أتلقى المشاركة تاعهم يعني قراءات فعلا إيجابية رسالة لها. نفسية واجتماعية وصحية الصحة النفسية كذلك. نعم. أحيانا المناعة تاع الطفل تتقوى لما يقول يحبوني الناس هم جاوا عندي صافي انا راني موجود عندي قيمه في المجتمع هذا يضفي معنى هذه تساهم في العلاج طبعا. كاين كتاب نعم وفيلم بس تياتر اسمها اوسكار لا داما روز كتبها اريك ايمانويل شميت هو بلجيكي. نعم اوسكار سي طفل صغير هو اللي يحكي 11 سنه عنده مرض السرطان سبحان الله وما هضروش واحد ما قال له هو على باله بكلش الكتاب كل على أوسكار هذا وش يخمم كيفاش يعيش في هذا المرض ويعيش معزول حتى تدخل هذه لادام روز. لادام روز هي مرأة يجيبها تساعد ما تديرش لي سوان تساعد وهي تفيق بلي أوسكار راهو وحده ماليه ما هضرولوش على الكونسير الأطباء ما هضرولوش وشوف حتى ما هضرولوش هو على باله بكلش والطفل عايش حب يعيش يحب يعيش يحب يلعب يحب هي اللي راح تدخل معاه تحكي له حكايات بس كيحب حكايات تدير له سهرات وتوصله حتى الاخر وجا واحد الوقت يقول لها يسالها على حوايج اللي تجوزوا في راسه تقول لهم على باليش اكتب الاله عاد يكتب الاله والبريه الاخره هي اللي تكتبها فهمت؟ فوالا نعم وهذا السيد هذا هضر على حوايج هامه جدا اللي كنتي تهضر عليهم انت كيفاش مرض وسيرتو مرض السرطان هو اللي يخلينا توصلوا له حاجه احنا ما نقدرش نعيشوا ايترنال اكيد رانا هنا باش نموتوا
وهذه حاجة ما تقبلهاش سهلة. والطفل ثاني على باله صعب بالنسبة لي. نعم الطفل لي رابور الموت هو ما يعرفش كثير، ما يباسي 10 على باله. انا نشفع على واحد ما هضرنالوش، هو اللي قال لنا 15 سنة على باله، كان خايف وعلى باله وقعد لو كان ما تهضرش معاه تخليه مع الخوف هذا يزيد. دونك لازم تواصلوا باش نهضروا معاه، مش غير نلعبوا معاه. نعم هو لازم له الناس اللي مساعده لازم تدخل معاه. لازم يكونوا كيفاش يقولوا شانس وتبادل تواصل. لازم ندخلوا في اعماق الطفل، لازم ندخلوا في اعماق الطفل باش نعاودوا نجيبوه، باش نعاودوا نجيبوه. هذا هو المفهوم. هذه هي. شكرا لك استاذنا البروفيسور العربة استاذة نايت مسعود. أهمية هذه الزيارات مش بالضرورة جمعيات، لكن مليح من أقارب بعاد أو من أصدقاء اللي ممكن يحملوا ابتسامة ويحملوا طمأنينة غير مشوهة، غير محملة بأشواك الحزن والضعف والخوف خاصة. شكرا. من خلال هذه الحصة أتوجه يعني برسالة إنسانية، يعني نحاولوا نزوروا هذا المكان، مش بالضرورة حتى يكون قريبي، مش بالضرورة حتى نكون في إطار جمعية. ممكن أي شخص يعني اليوم يحب يروح يزور المرضى ولو بابتسامة، مش بالضرورة تأخذ هدايا، يطلب الإذن من المؤسسة. طلبنا الإذن من المسؤولين. إنسانية، رسالة إنسانية. لومانيزاسيون. نعم نحتاجها، يحتاجها الإنسان. إحنا كبار فما بالك الطفل، لما تشعر إنسان يدخل يبتسم معاك وكلمة دعم، رسائل إيجابية، راح الطفل يعني ينتعش. احنا نقولوا حياة أخرى، وأحيانا تساهم حتى في صحته النفسية. يشعر بلي جيكزيز جو سوي لا، يحبوني، يحوسوا عليا، دونك أنا يحوسوا عليا، وهذا كيفاش يقولوا يطلع على النفسية تاعو، المعنويات تاع النفسية تاعو، ويخليه يزيد يتشبث بالحياة. احنا نعرفوا كثير من الأمراض عالجت غير بالجانب النفسي. هذه من ما تكلم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذه من الصدقات. فنتصدق. من الصدقات العظمى. إذا كان الصدقة في ابتسامة، فما بالنا في حركة، فما بالنا في حضن، فما بالنا في لعبة يعيشها الزائر أو أيا كان لأي مريض كان. كما قال البروفيسور العربة كلمة رائعة جدا، إن شاء الله نشوفها تتكرر دائما. إنسانية الطب. إنسانية الطب هذه هي. هذه هي. لازم نقربه. نعم. لازم يحس. نعم. لازم يحس بك وليك معاه. نرفع كل الحدود. ترفع الحدود. تبقى نترفع إلى إنسانية الإنسان. الإنسان. إنسانية الإنسان. نعم. شكرا. شكرا لك بروفيسور العربة. يعني حقيقة الموضوع جد هام. وممكن أن تكتب فيه كتب، لكن علينا أن نرجع فقط إلى تعاليم ديننا الحنيف. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن شاء الله ما تبدلوش، ونبقوا دائما نحو الأمام، نساندوا الأطفال، نساندوا الشيوخ، نساندوا العجائز وكل شرائح العمرية للمرضى. ف أقلهم هو مريض، ممكن مرض طفيف، قد بحالته النفسية قد يذهب إلى مستوى بعيد من المرض، إلى أعماق المرض بانحطاط في نفسيته. فإلقاء ابتسامة، إلقاء يعني محنة أو طيبة أو أي معاملة حسنة مع أي كان حتى وإن لم يكن مريضا، فهذا من شأنه أن يرفع من معنويات هؤلاء الناس. علينا بالرجوع إلى إنسانية الإنسان فقط. إذن أستاذة نايت مسعود، ممكن إضافة؟ إحنا مع تلامذة البكالوريا غدوة إن شاء الله، راهم عندهم حس رهيف، وتلقيهم ممكن أي واحد تتكلمي معاه في العائلة يبدأ يبكي أو يتنرفز أو يعني على رغم على جمر. وش نقول لهم؟ إحنا عملنا المورشات بكالوريا بدون قلق. نعم أستطيع. نعم. احنا نتمنوا مرافقة تاع الاهل. شوف الطالب وكان ما يكونش الاسره فيها مضغوطه وفيها خوف تنقلوا، احنا نحاولوا في الامتحانات جو عادي، كان ما كاش راح تقطف ثمره، نقولوا نعم انت الان عملت الان، بالعكس انت راح الان تقطف ثمره نتيجه عمل،
عام كامل وانت ماشي اتونسيون وركزوا وهكذا، يعني نديروا له خوف، حنا اللي نبني الخوف عند ابنائنا. اذا ما نقولوا لهمش ركزوا بالك، ركزوا بالك لان درتوا الخوف خلاص. نعم لازم تسهلوا له. صح صح يعطيك الصحه. لازم سهلوا عادي. امبارح كنت مع واحد قال لبنته، قالها حبسي من القرايه، قلت له موافقك على بالك؟ طبعا. قالها خلي شويه اركحي صح ويصير ما يصير. هكذا الامكانيات اللي عندها تقدر تستعملها تزيد تزيد. نعم. وخاص للام، انا نوجه رساله للام، رساله للام. نعم. خاصه هي اللي اكثر اتصال بالابناء في حاولي تكوني عاديه، حاولي تكون ما تظهريش الخوف تاعك والقلق والتوتر، ومثلا كثير من التوصيات خليه يعيش عادي، حياته عاديه. قال يا ابني بالعكس انت عملت اللي عليك، نتائج على الله. احنا يخما مش مكتوب هنا علينا لازم النجاح، انا نقدم واش عندي ومن بعد النتائج نتركوها لله، خلاص عادي. شكرا لك استاذ علي مسعود. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مشاهدي الأفاضل، نحن في موسم الحج لهذا العام، إن شاء الله نتمنى إلى كل حجاجنا الميامين الذهاب إلى البقاع المقدسة آمنين. إن شاء الله اللي مش رايحين يروحوا هذا العام يكتبها لهم ربي العام المقبل إن شاء الله، وأعوام فيما بعد إن شاء الله، ولما لا، فقط أن نكون بصحة وبعافية وبقرب من الله عز وجل. ممكن أن نكون هنا ونحن في قرب من الله عز وجل كذلك، للذين لم يقدر لهم القدر أن يكونوا هذا العام من الحجاج الميامين. أما حجاجنا الميامين اللي ناداهم القدر إلى التلبية، ندهم القدر إلى العيش في أكناف مكة المكرمة، أكناف بيت الله الحرام والمدينة المنورة حيث الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلدينا ما نقول لهم، هناك نصائح طبعا لابد من الأخذ بها لكي يكونوا في سلامة إن شاء الله، آمنين من الأمراض ومن كل وعكة صحية لا سمح الله. فراح يكون معنا على الخط الهاتفي الدكتور ملزي توفيق، راح يكون معنا إن شاء الله، وطبعا هو كذلك بتصدد التحضير لزيارة البقاع المقدسة. راح ناخذ معاه نصائح إلى حجاجنا الميامين. السلام عليكم، هو معنا على الخط. السلام عليكم دكتور ملزي. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا بك في بلاطو بلسم عبر الهاتف. ونصائح لحجاجنا الميامين، واش ننصحوا؟ ممكن بعض الحجاج ممكن ما على بالهمش واش لازم يديو معاهم، خصوصا بعد التجربه اللي عشناها جائحه الكورونا. نحن في موسم الحج هذا العام، في موسم حار يعني فصل الصيف، طبعا له تبعاته الحج، ممكن يكون حتى ولو كان ماشي كبير بزاف في السن، لأنه فيه شروط هذا العام يخضع لها، أو هناك معايير يخضع لها الحجاج لإمكانيتهم الذهاب، طبعا غير المرضى المزمنين إلى غير ذلك. لكن رغم ذلك أثر الحرارة راح يكون عندها أكيد تأثير. كيف يتجنب الحاج تبعات هذه تغير الجو؟ طبعا هم معتادين في الجزائر عندنا جو لطيف، جو فيه نوع من الرطوبة، ليس الحال كما هو في الجزائر في البقاع المقدسة. ماذا تقول دكتور ملزي لحجاجنا الميامين؟ بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة والسلام. نشكركم ما شاء الله على هذا، سمحتوا لي الفرصة باش نمد يعني نصيحة لضيوف الرحمن، وما أدرك ما ضيوف الرحمن، خاصة في هذا العام المبارك إن شاء الله. إن شاء الله. أول شيء واش نقول لحجاجنا الميامين إن شاء الله، باش يحافظوا على الأدوية تاعهم ويدوها قيس شهر ونص. نعم. أول شيء هذا. ثاني شيء، الناس اللي عندهم الأنسولين يلزم يعرفوا باللي
راهي موجودة في الطائرة يعني ثلاجة، غير يطلعوا يمدوها للوتاج ولا يمدوها يعني القائمين على الطائرة. نعم. ثاني شيء أنا قبل الحج ما يبداش في الحج، الحج يبدأ قبل ما يروح الحج. نعرفوا باللي إحنا عندنا جزائريين بعض الطبايع كما نقولوا حنايا يعيدوا الحج مسكين قبل ما يروح أسبوع ويدير الحفلات ويدير منا، هذاك راح يتعب بالحج قبل ما يروح. أول شيء مهم 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 جدا هو النوم والراحة قبل ما الذهاب الحج للحج. ولهذا أنا نطلب من عائلة تاع الحجاج بيخليهم يريحوا في هذيك الأيام المباركة، خاصة ثلاث أيام من الأسبوع يعني اللي بيتوجه فيه. عند وصول الحاج إلى إن شاء الله البقاع المقدسة، أول شيء كما قلت أنت هي الحرارة. الحرارة يعني لازم كل مدام حنا أول شيء نفكروا فيه هو الماء. وما أدراك ما الماء، يعني إحنا عن الماء تاع زمزم والتضلع في 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 البقاع المقدسة. إذا الحاج دائما معاه دي قرعة، حتى لو كان الإنسان يديه معنا قرعة من الجزائر اللي مخصوصة للميات، هم كانت تم قرعة تاع سعيدة يعمر زمزم، ولكن ما يكونش الماء بارد بالبزاف، خاطر راح يحدث له ومن بعد ذلك انشقاق في الكراجم ولا يدير له يرينو فراجيت ولا حاجة. ولهذا أنا ننصح باللي كاين دائما في الحرم المكي ولا الحرم المدني كان الماء البارد وكان الماء الدافئ، يعني هو يدير مزيج. وعلاش؟ باش ما يصرالوش يرينو فراجيت ولا يصرالو من بعد ذلك يعني كما نقولوا حنا الكراجم ويولي يحوس على الدواء. إذا شرب الماء جد 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 ضروري. ثاني شيء حنا واش نتكلموا؟ نقولوا باللي النساء ولا بالنسبه للرجال يديروا مظلات، ها كاين المظلات حنا تاع الجزائر والحمد لله راهي تدور ما بين 50 و100 ألف. الحج الجزائري ماذا به يدير؟ وعلاش؟ خاطر لو كان تحكموا ضربه الشمس راح يكون له عنده عواقب يعني وخيمه، خاصه اللي عندهم لا طونسيون اللي عندهم السكري. ولهذا انا ننصحهم باه يدوا معاهم مظلات. اللي ينساها قايتك يدير حتى نقولوا حنا كاسكيطار. كاسكيطار علاش؟ باش تحميه من الشمس. بلا ما ننساو اللي عندهم البشره ولا قايتك الناس اللي عندهم بشره ضعيفه مثلا يديروا لي كريم سولير يعني الحافظه للحراره، ولا يديروا لي كريم هيدراتون يعني اللي راح تشبع اللحمه ولا الجلد الجاف. ولهذا ننصح به يستعملوا ذاك الماء. اللي ما عندوش على كل حال يقدر يستعمل حتى زيت الزيتون في الاماكن اللي يشوفها باللي ينظر. الشيء الكبير اللي لاحظته هنايا في الحرم خاصه الحرم المكي ولا الحرم المدني انهم عندهم رخام بزاف. الخام هذاك يلحق الدرجه تاع الحراره وين يولي كيشغل الفرن. وشفنا شحال من واحد خاصه مساكن الديابيتيك اللي عندهم داء سكري شرفطوا رجليهم حتى ولاو بهذاك الاكياس تاع المياه، يعني ولات حتى ان برمي دوغري دوزيام دوغري قاعدين في الحراره. مع الاول هما يقول لك حاجه سهله، هما غير تخطاوا البيصاد غير تخطاوا هذاك الرخامه بدات الاثار تاع الحلوق تبان في رجليهم. ومن بعد ذلك كاين مساكن اللي ما اداوش مناسك الحج. ولهذا واش نقول؟ حنا نقولوا باللي اليوم المشهود هي اليوم الانسان يروح يؤدي يوقف في عرفه ويوقف في المناسك. حنايا في هذيك الايام المباركه الانسان يستعدلها نفسيا ويستعدلها صحيا. خاطر حفظ الصحه هي من حفظ النفس. وهي يعني من مقاصد الشريعه. كل حاجه يديرها الانسان بيحافظ على الصحه تاعه وينوي الشيء هذا فهي عباده. ولهذا انا نقول للناس يعني ما يمشوش بزاف بدون سبب. ما يمشوش بزاف ويمشوا في الاماكن اللي فيها الظليله. يمشوا في الاماكن اللي فيها الظليله. ثاني شيء يوم المشاعر، يوم المشاعر الانسان لو كان شاف الحراره بزاف ما يتعبش روحه. نعرفوا باللي ربي سبحانه وتعالى سهل هنا. دوك كاين وسائل النقل. كاين الناس اللي يحبوا يروحوا يمشوا حتى لو كانوا متعبين. حتى في الاحذيه فلان جابيتك ولا حتى الانسان عادي. ما يلبسش الاحذيه اللي فيها مسمار ويحاذر ويعاود يشوفها دائما. بالنسبه اللي عنده داء السكري انا ماذا بينا يعسوا دائما رجلهم. لو كان كاين خبش صغير ولا حتى بتيت انفلاماسيون التهاب صغير ما يقولش هذا راح يعقب لي، لا يروح يشوف الطبيب. والحمد لله الجزائر بعث بعثه طبيه يعني ما شاء الله في الاطباء عندهم ميم دي زوندوكرينولوج ميم اخصائيين في طب السكري يشوف ما يقولش حاجه خفيفه، لا ما كانش الخفيف. خاطر تما مع السخانه الالتهاب راح يولي تعفن ومن بعد الشرط يقدر يكون له غونغرين وراح مسكين يحبسوه باش ما يأديش يعني الشعائر تاعو. ولهذا انا نقول العشيه الانسان كي يدخل الغرفه تاعو واش يدير؟ يدهن رجليه، يدهنهم بزيت الزيتونه ولا ان كريم ولا بلا فازلين. نعم. كي يدهنها واش كاين الحجاج راح يعاود يدير الدوره الدمويه. هذه جد مهمه انا نديرها بلا عباده من العبادات. خطر كل ما يتم به الواجب فهو واجب. لو كان الانسان ينوي عند ربي سبحانه وتعالى باللي دلك الرجلين نتاعو
باش يؤدي ما شاء تاعو فهو في عباده، بل هو من اكبر العبادات في هذاك الشيء. ولهذا انا ننصحهم في دلك الرجلين دائما قبل ما يرقد 15 دقائق بزيت الزيتونه ولا بلا فازلين ولا حتى اي حاجه يعني اللي موجودين موجوده احنا في الجزائر باش الانسان ما ينساش الدماء يدهن بها حتى الدهن تاع كوكو ولا حاجه، هذاك راح يعاود يمشي لنا الدوره الدمويه وما ادراك ما الدوره الدمويه. النصيحه اللي نزيد نمدها انايا كثير للاخرين هي شرب الماء لازم يكون جد جد ضروري، اثنين حتى ثلاث لتر، والحمد لله الناس تشوف احنا في الجزائر نتشهاو شكون يجيب لنا شربه تاع زمزم، ولكن الانسان يعني ما يشربش زمزم وانه يعني فرصه سانحه لهم. الخطا اللي يديروا بزاف الحجاج وربي يغفر لنا ويغفر لهم ويجب نعرفوا الحجاج شنو هي، هي عباده جماعيه. واش معنى العباده الجماعيه؟ انه الانسان يسيب يريح خوه، يسيء يعاون خوه، يسيء العباده هذه يوفر الاجواء تاع الناس اللي معاه في الغرفه. حنا نعرفوا باللي في الغرفه يكونوا اثنين ثلاثه حتى اربعه حتى خمسه غرفه على حسب توفر الشقق لدى البعثه الجزائريه. كاين ناس اللي يحكموا تليفونهم في الليل لوالديهم لهنا في الجزائر، تكون تما في الحرم زوج ثلاثه تاع الليل، يعرفوا باللي النوم ضروري للناس ولا للمرضى. والنوم هو الشيء مهم بالبزاف الصحة تاع الانسان، ولذا ننصح الناس غير يصلوا العشاء يحترموا بعضهم بعض، كي يدخلوا في وقت واحد يرقدوا في وقت واحد وينوضوا عند الفجر، خاطر هذاك النوم الواحد يطل له نعاس يبدا يعيط بالتليفون او اذا خالته، يعني الحج شنو؟ لا رفث ولا فسق ولا جدال في الحج، خاصة ما نادوش. الشيء الثاني اللي يديروا الاخطاء الحجة تاعنا ربي يغفرنا ويغفر لهم والحمد لله بدات تحسن الامور هي على جهة الكليماتيزر. دائما في الغرفة يكونوا ناس لصالح باش يشعلوا الكليماتيزر، ناس واحد اخرين يكونوا ضد الكليماتيزر، يعني يتسعفوا بعضهم بعض ولا يديروا في درجه حراره معتدله، يعني هي 25 درجه، باش مسكين اللي عنده سخانه بالبساس ما ينضر، واللي عنده يعني ما يحميش الكليماتيزر ما ينضر، خاطر كان اللي عندهم حساسيه، كان اللي عندهم ضيقه، صحاب الضيقه هذو ننصحهم باللي ما ينساوش يدوا لافونطولين تاعهم ولا يديروا السبراي اللي عطاه لهم الطبيب هنا في الجزائر. خاطر تبدا كاين حساسيه ويتبدل عليهم، نعرف باللي حنايا كاين اللي ما يحملش الرطوبه، كاين اللي ما يحملش اليبوسه كما قلت حنا لا تمبيراتير ساك ولا حاجه، ولهذا النوم ضروري، ولهذا احسن حاج هو اللي يوفر المناخ لخالته ويصبر يصبر على الظرف الجمالي اللي عايشين فيه. ثاني شيء كليماتيزر، ثالث شيء انا اللي شفتها تم يعني في الحج وننصح خالتي، والصبر هو مفتاح الجنه، هي عند ما يكونوا عند المصاعد تاع لوتيل اللي نعيطوا لهم حنا لي زاسونسور، كاين بعض التدافع. انا نقول الانسان اللي يخلي المراه ضعيفه ولا الطفل ضعيف ولا الرجل المريض يسبقوا، هذا راهو عنده جنه، هذا من اكبر اخلاق تاع المسلم. علاش ندافعوا؟ علاش من بعد هذيك نبداو ندبزوا بعض بعض؟ ثالث شيء لازم نعرفوا يا اخواني الحجاج باللي الكورونا حتى لو كان احنا هنا في الجزائر الحمد لله راهي رايحه في الزوال، كاين بعض الدول اللي راهم يجوا من اسيا ومن افريقيا من امريكا من اوروبا مازال عندهم الكورونا، ولهذا انا ننصح ما يكونوش الناس في الزحمه، وين تكون الزحمه يبتعد عليها، والناس ما تروحش في الزحم. هذا العام الله اعلم ما راحش يخلوا الناس يلحقوا الحجر الاسود، بصح باش الناس يدخلوا كان ما كان زحمه نعرفوا بلي كورونا، يعني حتى الانسان لو كان مازال يستعمل باكيت يدي معاه 10 ولا 20 في اماكن اللي كان فيها الزحمه، حتى الانسان يدي مشواره يحطها معليش في اماكن السجود تاعو، حتى الانسان يدير تباعد بلا ما يطلب من التباعد ماشي في الصلاه، تباعد في المشي في يعني في المطعم يدير تباعد معليش، خاطر حنايا قد ما احترزنا قد ما مليح. الكورونا انا نقول لكم يا جماعه الخير مازالها موجوده في العالم، ولهذا السلطات السعوديه طلبت الكوفيد وطلبت البي سي ار 70 ساعه من قبل. ولهذا انا ننصح الانسان كي يدخل الغرفه يدي معاه لي لاجيت ويدي معاه لا جافيل، يمسح المفتاح الباس نتاع الغرف في لي تواليت كيف كيف. الانسان هذه هي الجنه، هذا هو الحج، الحج هي عباده جماعيه. الانسان كي يدخل لي تواليت يمسح من وراه الاذى تاعو، وعلاش؟ كي يخمم خوه اللي راهو جاي من وراه نظف له حاشاك المقعد تاع لي تواليت راهو عنده اجر كبير، خاطر علاش؟ باش ما ينتقلش الامراض. ننصح انا خاطي في هذا المشروع في الماكولات، ما نبيتوش الماكله، ما نبيتوش الماكله. الحمد لله عطاونا 2500 ريال يكفي للاكل ويكفي للشرب ويكفي الانسان باش ياكل وينوع. واش معنى ينوع؟ ياكل فواكه، ياكل مكسرات،
ياكل التمر وما ادراك ما التمر، حتى ما عندهم عينات ما شاء الله تعتمر عندهم حتى الاجواء. اذا حنا الناس اللي عندهم ديابيت ولا الناس ضعاف الصحه نعرفوا باللي كي نديروا تمارين الطواف والسعي وكي نبداو نشوفوا في المشاعر ما بين عرفه ومزدلفه ومنم واش راح يكون؟ راح يكون استهلاك تاع السكري. اذا صحاب الديابيت يعرفوا كيفاش يعدلوا الانسولين تاعهم، ولهذا انا ننصحهم بيدوا لي بوند تاعهم كفايه ويحطوا دائما حاجه حلوه في الجيوب تاعهم. حتى ناس عاديين كاين صاروا لي بوغليسيمين خاطر في المشاعر ومع الحج ومع هذيك الزحمه الناس تنسى باش تاكل ولا تاكل الا الاكل القليل فيصار لهم اني بوغليسيمين. ولهذا ننصحهم باه ياكلوا التمر ولا ياكلوا حاجات حلويات كما نقولوا حنا طبيعيه الزبيب ولا ماكولات باش ما ينساوش الاكل. علاش؟ خاطر كل حاجه راح تقويك في الجسد تاعك راح تقويك العباده تاعك. ولهذا انا ننصح الحاج باش يحافظ على الصحه تاعو، باش يحافظ على الادويه اللي طالت الجزائر. وكاين الحمد لله بعثه جزائريه عندها مراكز، اول شيء الحاج واش يدير؟ يروح يشوف المراكز الموجوده، باش لو كان صارت له حاجه طارئه يروح يقترب الى اقرب يعني مركز صحي اللي بعثته البعثه الجزائريه. ثالث شيء انا ننصحكم بالكم التسممات الغذائيه. التسممات الغذائيه ولذلك نقول لك شرب بزاف الماء الانسان. ثاني شيء ما ناكلوش في اي مكان خاطر كاين صح في الصواب ولا حاجه ناس تشاها ولا يكون السعر تاعو قليل. ما نتابعوش السعر القليل وانما نتابعوا النظافه. والحمد لله البعثه الجزائريه دارت يعني ماكولات يعني نشوفها في 2019 ماكولات ما شاء الله ماكولات اكيليبري فيها القهوه فيها لاتاي فيها كل واحد واش يحب يعني هناتنا من هذاك الماكولات نتاع برا اللي فيها شكوك وفيها تسممات. ولهذا غسل اليدين ضروري الحمد لله مجدنا غسل اليدين ضروري وعدم الانسان يسيب باش ما يتصافحش مع الغاشي قاعدين وما يسلمش خاطر ندير دائما باللي التحذيرات تاع الكورونا تبقى دائما قائمه حتى ولو كان قليله بصح يبقى دائما قليله. ما ننسوش باللي ما كانش الكورونا كاين لامينانجيت موجوده خاطر العالم الحرم المكي ولا الحرم المدني راهو يجيب الناس من كل العالم كاين الكورونا كاين موجود. اذا الالتصاق مع الناس مصافحة واحد يسلم يسي ينقص منها في هذه الأيام المباركة. ولهذا أنا واش نقول بإذن الله يعني الحجة الشرار بيتقوم منه أن الحج عبادة جماعية النظافة ثم النظافة اللي يقدر ينقي الشمبرة تاعو ينقيها يعني يومي ثلاث أيام كيجيبوا ما في حتى مشكل حتى الرجال كي النساء يحكموا ينقوا الشمبرة تاعهم كاع بلا جافيل يعني بالماء ولا جافيل يغسل الحوايج تاعو ينقي روحه اول خطر كاين العرق بالبزاف يدوش ما يأذيش حتى الناس راهم بيتي معاه وباش النظافه هي اول شيء. اما بالنسبه للتسممات ما تخلوش الماكله كاين بعض حنا العجائز نعرفوا ولا بعض الناس كبار ولا كاين الناس اللي ما عندهمش مدخل يقول لك انا ما نفسدش لا لا انا نبغي الانسان يشري الماكله اللي يحتاجها برك. اما هذا تاع يخبي اللحم ويخبي الدجاج ويخلي الماكله يقول لك غدوه من داك ناكلها راح يكون فيها سبب تاع التسممات. ونقول لكم باللي التسممات هذه من عند شحال من واحد مسكين باه يؤدي الفرائض تاعو. يعني راح تعبوا وراح تعطلوا على اداء الفرائض تاعو. اذا النوم ضروره والنوم ما راحش يكون الا لو كان جماعه تاع الغرفه يتساهموا بعضهم بعض في وقت محدد والنهوض راح يكون في وقت محدد. الكليماتيزور كيف كيف نحترموا بعضنا بعض كيفاه نشغلوه والدرجه تاع التشغيل. اكبر شيء ثاني هي النظافه. نعم دكتور منزي وننظفوا ننظفوا لي باس ننظفوا البيبان خاطر كورونا مازال موجوده لا ميجيتاي موجوده الكوليرا موجوده يعني حتى لو احنا الجزائر ما عندناش هذه الامراض بصح نخافوها يعني من خاوتنا المسلمين الاخرين. شكرا دكتور منزي. دون ان ننسى كنا تكلمنا في الكواليس على ضروره فحص ما قبل الانطلاق الى البقاع المقدسه يعني كل الحجاج لابد على كل حاج ان يقوم بفحص عند طبيب ولما لا هذا اللي الحمد لله البحث الجزائري دارت لي فاكسان كاع تاع لامينانجي دارت الديتي دارت كل شيء ودارت حتى كورونا وعندنا بي سي ار ودارت الكيو ار الحمد لله ويشوفوا لو كان عندهم الضغط الدموي لو كان عندهم السكري بصح يزيد الانسان يشوف الصحه تاعو يشوف الصحه تاع الطبيب وما ينساش يدي الادويه تاعهم الكميه الحمد لله الاغلبيه دوكا تاع المرضى اللي عندهم السكري ولا الضغط الدموي عندهم الشفاء والشفاء يبدلوا الادويه تاع ثلاث شهور يعني احنا ماذا خاطر الادويه
الجزائريه ماشي هي الادويه خاطر هما سيدي زونجلو ساكسون يعني عندهم ادويه يجيبوها من انجلترا ولا من الاخرين وبعد الحاج مسكينه تحمل واحد الثمن في الدواء وعشينا نحوسوه من الشومبره للشومبره ولا من انسان لانسان وما لقاوش فيها اذا الواحد والادويه تاعو يديها في الساكامان تاعو ما يحطهاش في الباكاج خاطر كان اللي يحطوها في الباكاج وتبح لهم الباكاج وصارت لهم اشكاليه اذا هذه النقطه اللي حبينا نوصلوا اليها يعني المزمن يديه في الساكام يديه في يده باش حتى كي يهبط ولا حتى في الطائره تحكمته نوبه يكون سهله والكالي سونتي يحذر عليه اكثر من الباسبور وعلاش لو كان حكمته نوبه ولا اي طبيب يشوفه يعرف كاع واش موجود ادويه او الحمد لله البحث الجزائري في البروكلينيك يعني في المراكز الصحه الجزائريه خدموا خدمه ما شاء الله من ناحيه التلقيح من ناحيه تاع الضغط الدموي من ناحيه ويماركيو كاع تلك الاسباب اذا هذاك الكارني تاع لا سونتي ماذا بينا احنا ندير عليه واحد فوتوكوبي واحد يخبي في الشومبره واحد دائما يمشي معاه ميم لو كان تبح له واحد ولا تشمخ له كان توضى ولا دخل مرحه ما تلبسش تشمخ له يكون عنده دائما ان دوبل عنده نسخه اصليه نعم نسخه اصليه هذه هي يعطيك الصحة دكتور منزي ما يتقبل يتقبل منا يتقبل شراء قاعدتك واللي ما راحش شراء ربي يكتبها له بإذن الله اللهم أمين دكتور منزي إذا بالإضافة إلى الأدوية اللي تكون في الحقيبة واللي يحملها الحاج معي هنا يعني من الزيوت الفازلين يعني ضروري أنه يكون يحملها معه كذلك الفرقة التقنية جابت لي الكمامة ضروري يكون نعم. عنده كما قلت نعم. عدد كافي ناكد باش الكمامه يدو مشاور ماكن تاع السجود يحطوها يحط مشاور في مكان السجود باش هكذا يكون كاين زرابه مخدوم بالبوليستير الخفيفه نعم. والرقيقه ما تنباعش غاليه تما في السعوديه يحطها اذا ممكن ننصح حاجه واحده اخرى الحلاقه خاطر نعرفوا باللي حنايا نعم. بعد العمره نحلقوا وبعد الحج نحلقوا ادوات الحلاقه الناس يلقاو هنود يلقاو باكستانيين يلقاو الاسيويين على كل حال ساكن وبسير قليل يفتح الموس لهذا ويزيد نفس الموس يحبوا الواحد اخر ونعرفوا باللي الموس والدم هي اكبر ناقلات تاع الامراض المتنقله نعم ننصحهم كاين يعني كاين كل حج يدي وسائل الحلاقه بارك الله وسائل الحلاقه جد ضروريه الانسان يدي الحلاقه الموس تاع الحلاقه تاعو جطاب ولا كاين دكاكين تاع الحلاقه تما بعد الصفا والمروه ولا بعد من تما الحمد لله خاطر انا شفتهم تما كي نخرجوا كي يحمل واحد تلقاهم حاطين واحد قدام واحد ويحفوا بموس هذا ونفس الشيء وعلى خاطر الساعه تاعهم زايد انا نقول الانسان دراهم ما يستخسروش في الصحه تاعو في الاكل تاعو ولا في الادويه تاعو أولى نعم. والحمد لله الجزائر وفرت السيوله اللازمه هي 2500 نعم. كاين بعض الناس مساكين يروحوا يشروا الهدايا باش يجيو الاخرين وينساو الصحه تاعهم انا نقول لهم باللي الناس اللي بعثوكم يحبوكم كي تكونوا صحاح ما يحبوكمش كي تجيبوا خاطر كاين الناس يخلوا المشاعر ويبدا يدوروا في السواق السميشه تضربهم يتعبهم رجليهم يطيبوا وعلاش قلت لهم نجيبوا هدايا يعني انا نقول باللي حتى ان شاء الله موالينا اللي يروحوا يهنوا موليهم يقولوا ما تجيبوا لنا حتى حاجه. نعم. رجعوا لنا انتم سالمين. نزيد نقول لهم باللي السلع الموجوده في الجزائر خير من واش كاين في السعوديه باسعار اقل. نعم. ولهذا نهنوا موالينا نخلوهم ان شاء الله هذاك الاموال تاعهم هي باش يريحوا نفوسهم وبيروحوا عند الحلاق اللي عنده حاجه رسميه وبالسعر مليح وناكلوا الفواكه وناكلوا المكسرات. وانا ماذا بيا ننصح الناس يعني الفيتامين سي يدوها معاهم وزبيب ولا حاجه خاطر الفيتامين سي تزيد في الدراسات العالميه وجدت باللي انا عندي دائما حبه فيتامين سي خاصه في البقع وعلاش تزيد لابسوبسيون تاع المياه وزيد لا ريديراتاسيون معروفه لا فيتامين سي حبه في اليوم راح تساعدنا الزبيب المكسرات كيما اللوز ولا حاجه راح يمدوا طاقه بصح المكسرات الانسان ما ياكلهمش في الليل وعلاش ما يديروش عصوره الهضم ياكلهم الصباح هذا واش ننصح بها نعم إذا اقتناء المواد المكملة الغذائية يعني شيء مهم جدا خصوصا الفيتامين سي اللي ممكن سي. عند الكثير من الناس ممكن يكون غذائهم يفتقر إليها طبعا شكرا لك دكتور ملزي كنت معنا على الخط الهاتفي اليوم شكرا جزيلا إن شاء الله شكرا لكم وللمشاهدين تاعنا شكرا لكم وصول المشاهدين شكرا جزيلا يعطيك الصحة إذا كنت معنا على الخط الهاتفي في حلقة اليوم من بلسم نصائح لحجاجنا الميامين طبعا أمامي هذه الكمامة اللي حضرتها الفرقة التقنية مع مراهم الفازلين المعززة بالفيتامين أو طبعا يعني هناك أنواع كثيرة طبعا
نحن لا نذكر النوع التجاري ولكن المادة لحماية الأرجل من التشققات أو حماية الجلد من الجفاف شيء مهم جدا، تفادي كما ذكر الدكتور ميلزي لتفادي الجروح أو لا سمح الله أي كدمات على مستوى القدمين لابد من ارتداء أحذية واقية، أحذية ما فيهاش مسامير، أحذية تكون عبارة عن مواد صحية ليست مواد بلاستيكية وليست مواد اللي ممكن تعرق القدمين. كذلك ثياب شيء مهم جدا، ثياب الحج مليح يكون من ثياب القطني ليس المواد اللي فيها كثير من نسبة البوليستير أو يعني المواد يعني على شكل النايلون، لأنه هذاك ممكن أنه ما يخليش العرق يتشرب وبالتالي ممكن يضر أو يتأذى الحاج، خصوصا حالة الاحتكاك في عند الحاج ممكن في الإبط أو في أي مناطق في الجسم، وبذلك دهن هذه المناطق شيء مهم جدا لتفادي الكدمات وتفادي ممكن بعض الحزازات اللي ممكن تحدث للحاج. نظافة ثم نظافة ثم نظافة، نظافة من الإيمان طبعا، أساس طهارة، يعني طهارة أساس كل العبادات. طبعا كان هذا موضوع نصائح للحجاج الميامين، نصائح اللي ممكن يحتاجها كل حاج أو كل مسافر إن صح التعبير. الحاج فقط في سفر مطول نوعا ما ويحتاج إلى مراقبة صحية صارمة وتدابير، تدابير احتياطية خاصة الكمامات في موسم الحج، هذا موسم خاص بعد جائحة الكورونا، ما زلنا في موسم صيفي حار وممكن التقاء أجناس كثيرة اللي ممكن عندها أمراض لا سمح الله متعددة ممكن نجهلها نحن. احنا راح يجينا أخبارهم لما يجوا حجاجنا إن شاء الله يعودوا يولوا سالمين إن شاء الله ويحكونا ممكن ما يحمله أو ما تحمله الأجناس الأخرى من أمراض أو من ممكن وعكات صحية لا سمح الله قد تكون أمراض معدية. فالوقاية خير من ألف علاج، إذا نصرف درهم في وقاية أفضل من صرف دنانير في العلاج. إذا كانت هذه حصة اليوم حول طب الأطفال أو من واقع طب الأطفال في الجزائر، وكان معنا الأستاذة نايت مسعود أخصائية نفسانية وكوتش ومعالجة، وكان معنا البروفيسور العربة عبد النور. ياريت كلمة ختامية أستاذة نايت مسعود. أولا حج مبرور وذنب مغفور لحجاجنا، عودة ميمونة إن شاء الله إن شاء الله. وبالنسبة للأطفال، أطفال يجب أن نستثمر في أطفالنا، هم قادة المستقبل. الدعم النفسي ضروري، قد نهتم بمأكلهم بدراستهم لكن نغفل على البناء النفسي اللي هو يعني عمود، هو العمود، هو يعني الهيكل. إذا راعينا هذا الجانب كل الجوانب راح تكون متزنة. اتزان النفسي أو الصحة النفسية ضرورية، لهذا الصحة الجسدية. نعم، لهذا نطلب يعني من كل المجتمع المدني ليس الأولياء فقط أن تكون المرافقة نفسية ويكون هناك دعم ومساندة إن شاء الله. شكرا للأطفال. شكرا حتى ينشأوا نشأة متزنة. شكرا أستاذة نايت مسعود. بروفيسور العربة كلمة ختامية. شكرا، ما نساوش خضرنا على الطفل، وأنا موافق واش قالت. نعم. الطفل راه لازم يتبنى، بناء الطفل بناء، واللي يساعدوا هما والديه. هضرنا على الماكله، هضرنا على التلقيح، التلقيح هذا كله لازم يساعدوا في بناء الوقايه بالنظافه، والوقايه بالنظافه هذو باش نساعدوا نحميو الطفل من الامراض ونساعدوه باش يبني باش يتبنى. كل طفل ماهوش كل واحد وحده، حنا هكذا مدايرين، العبد مداير، خلقنا ربي هكذا مختلفين مختلفين. نعم، ما تقدرش تقول هذا كان هكذا لازم يدير هكذا، لا مختلفين. ولازم التربيه هي تحس تشوف وتحس وين رايح الطفل وانت تساعده باش تربيه فن فن.
الوالدين لازم يكونوا فنانين. وي فنانين، لازم يكونوا فنانين، وتحس تحس وين حاب يروح وتساعده باش يطلع. الطفل يبعد ذبذبات لابد على الوالدين من قراءتها هكذا؟ لازم. الطفل انا قلت لك بناء كما دار تتبنى، كل دار زي وشكلها، كل دار بشكلها واحتياجاتها كذلك. على هذه قالها هو، قالها موش معون تعمره ولكنها كالنار اللي تشعل فيها. شكرا لك، شكرا لك بروفيسور العربة كنت معنا، شكرا لدكتور ملزي كان معنا على الخط الهاتفي، شكرا لكم مشاهدينا الافاضل، شكرا طبعا استاذة نيت مسعود، شكرا لكم مشاهدينا الافاضل موصول. ولا تنسونا ولا تنسوا مرضانا جميعا من دعواتكم الصالحة وكذلك موتى المسلمين اجمعين. شكرا للفرقة التقنية التي رافقتنا اليوم، أحييكم بتحية عطرة مباركة من الله، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.